طاحونة فحم أو طاحونة فيرتيكال. أنا دلوقتي الغازات السخنة اللي بدخلها للطاحونة عشان أعمل بيها ليفتنج للماتيريال أو للفحم، أنا بجيبها منين؟ لايد فان، صح؟ طيب الأكسجين في الـ الأكسجين، تركيز الأكسجين في الداون كامر اللي سحبها لايد فان تركيزه كام؟ 100؟ لا 6% 7%، تمام؟ بيبقى في ال 3 4% دي انا ده انا عايزها تحت. انا في الداون كامر اللي بتسحب له الاي فان انا عايز اقل حاجه من 6 ل 7%. فالغازات اللي هتيجي من الاي فان دي فيها ريتيرن داست ولا ما فيهاش؟ يبقى بعد ما انا هسحبها من الاي فان ينفع ادخلها بشكل مباشر على الطاحونه؟ يبقى لازم اعمل لها ايه؟ اعمل لها دي داستنج. دي داستنج يعني افصل الداست اللي جاي من الداون كامر، لان احنا زي ما قلنا في المحاضرات قبل كده ان كفاءه الفصل اعرف سيكون رقم واحد لا تتجاوز الكام؟ 93 94%، يعني كده كده في ريتيرن داست جاي ولا ما فيش؟ فيه. فانا الداست اللي انا هاخده او مروحه البوستر اللي هتسحب فيه جايبه سحبه غازات محمله بداست، فلازم افصلها الاول، بفصلها بسيكولون وبعد كده البوستر بتسحب الغازات دي ترميها على مدخل الطاحونه. طيب بتديها او الغازات اللي هتخش على مدخل الطاحونه دي سرعه مروحه البوستر او ايا كان مروحه سرعه فاريبل سبيد او دمبر، انا بغير في سرعتها ريليتد لايه؟ يعني مثلا هرفع المروحه دي او اقلل المروحه على حسب ايه؟ نسبه الاكسجين. مين اللي قال نسبه الاكسجين؟ حد له راي تاني؟ الحراره. مين؟ فين؟ انسى كده يا باشا. انت ايه؟ ها؟ يعني انا دلوقتي الراجل ده بيرفع حاطط دلوقتي بوستر كام؟ سرعتها حاططها كام؟ 15%. حراره مدخل الطاحونه كام؟ 60. فين دي؟ لا دي المخرج. المدخل قصدي. 143. 143. تمام؟ دي 143 وحراره المخرج يعني 68. انا في الستارت اب بتاع الطاحونه بيبقى عندي دخله الغازات على الطاحونه بيبقى عندي جاز انلايزر. جاز انلايزر برضه مش معنى ان ما عنديش انا هنا يبقى احنا بنتكلم فين يا باشا؟ موجود بس مصدر. لازم يكون عندي جاز انلايزر. ليه عندي جاز انلايزر؟ حد يقول ليه انا لازم يكون عندي في مدخل الطاحونه جاز انلايزر؟ تمام. وبعدين ايه ليه عايز اقيس الاكسجين والسي او في مدخل الطاحونه؟ ها؟ ماشي، ما احنا لسه بنقول هو فيه ولا هو داخل من فوق من التغذيه. حلو، وادي حراره والحراره دي معاها اكسجين، يبقى انا كملت الاضلاع ولا ما كملتهاش؟ كملتها، يبقى انا لازم اعمل ايه؟ احتياطي. فاذا كميه الغازات اللي هدفعها بمروحه البوستر بزود فيها وبقلل على حاجتين. الضلعين التانيين للمثلث الاحتراق اللي هم ايه؟ اكسجين وحراره. يعني عايز اكسجين ما يزيدش عن 3 4% في مدخل الطاحونه، وحراره برضه ريليتد يعني ايه؟ انا في المدخل مش بهتم جامد بحراره المدخل، ليه؟ في الاخر انا عايز حراره الفحم اللي طالع للفلتر. بلاقي الحراره اللي ادخلها من هنا تدينا حرارة مخرج الرينج 70. حرارة مخرج حوالين ال 70 75، ما تزيدش عن كده. مفيش طاحونة فحم تشتغل حرارة مخرج أكتر من 75. أكتر من 75، ولو وصلت ل 75 بيبدأ السيستم ياخد أكشن لوحديه. يعمل إيه؟ ينزل على طول الدمبر بتاع مروحة البوستر أو سرعتها، تمام؟ ويفتح دمبر السيركوليشن عشان يبرد الحراره دي. فانا بالنسبه لي حراره المدخل هي انديكيشن للحراره اللي هتطلع لها المخرج، بس اللي يهمني المخرج مش المدخل. اللي يهمني في المدخل الاكسجين. فانا في بدايه ما باجي اشغل الطاحونه وبشغل المروحه بلاقي الاكسجين في مدخل الطاحونه 15 12 13. ببدا ايه؟ تلاقي الطاحونه ما تقبلش تشغيل نهائي، ستارت انترلوك. ستارت انترلوك على مين؟ على اكسجين مدخل الطاحونه. طول ما هو فوق الاربعه وفوق الخمسه الطاحونه ما تشتغلش، ستارت انترلوك عامل درايف.
طب انا عايز انزله بقى عشان اشغل، فاعمل ايه؟ ببدا ازود في سرعه مروحه ايه البوستر او دمبرها، وادخل غازات الاكسجين اللي جاي بيها كام؟ 7. فيبدا يعمل ايه؟ ريديوس للاكسجين اللي في مدخل الطاحونه من 15، يبدا ينزله 10 وهكذا لغايه ما يوصل للليمت اللي يسمح بتشغيل الاندرايف اللي هو اراوند 4%. وصلت للرقم ده اللي انت بلوك على الاندرايف يروح، تبدا تشغل الاندرايف. طبعا الكلام ده مش موجود يا عبدو، مش موجود، احنا مش هنشغل ومش عشان حاجه، عشان احنا بيت كوك بس. لو انت السيستم بتاعك غير البيت كوك ما ينفعش تعمل غير كده. فانا الجهاز الرايزر عندي لازم يتفعل، تمام؟ خلاص انا ظبطت فتحه او سرعه مروحه البوستر اللي تديني الاكسجين المناسب في المدخل، وبدات ايه؟ اشغل، وهحافظ على حراره المخرج دي ما تزيدش عن 75، وهبدا اعمل مد وانزل رولات وابدا اطحن طبيعي. السيكونس الطبيعي بتاع طحن الدعم. الماتيريال اللي طلعت من هنا هتخش فين؟ على الفلتر. طيب اما هو الفلتر ده فيه فحم ولا ما فيهش فحم؟ ده فيه فحم، والاسوأ من كده انه ناعم، صح؟ في فحم وتنعم، يعني فرصه انه يولع اعلى. يبقى انا لازم اعمل بريكوشن ولا ما اعملش؟ هعمل. فانا لا عملته في مدخل الطاحونه هعمله هنا، فاحط جاز انلايزر. احط جاز انلايزر ليه؟ عشان يراقب لي السي او والاكسجين، ولو الاكسجين عالي او حصل سي او يبدا هو يعمل ايه؟ يفتح السيستم بتاعه. هيتصرف ازاي هنا في الوقت ده؟ لا، هنا مفيش تصرف، هنا لازم اسطوانات السي او 2 تضرب. تضرب ليه؟ عشان لو في فرصه ان الفحم ده يولع اخبتها او الحكها من البدايه. عشان كده المفروض لو انتوا ركزتوا هنا هتلاقوا الهوابر بتاع الفلتر ده المفروض يكون عليها بي تي 100. تمام؟ يقيس لي حراره الماتيريال في الهوابر دي، الفحم ده، لان هنا الروتري او السكرو او ايا كان بيبقى فيه بد هنا من الفحم. الهوبر ده ما بيبقاش فاضي، بيبقى فيه بد على طول هنا من الفحم. فالفحم ده ايه اللي يضمن لي ان حرارته ما بتعلاش؟ فلازم يكون عندي بي تي 100 تراقب حراره الفحم ده، بحيث لو هو الحراره دي عليت هتدي ايه؟ هتدي بريورنينج ان في مشكله. الحق، ما ممكن يكون الجهاز الانلايزر ما قراش مشكله، ما قراش سي او، ما قراش اكسجين عالي. طيب في ايه الضلع الثالث؟ الحراره رفعت. خلاص الحراره رفعت والجهاز الانلايزر ما قراش حاجه، ما عنديش مشكله، هضرب السي او 2. طب السي او 2 هيضرب اوتوماتيك ولا مانوال؟ المفروض انه بيضرب اوتوماتيك، بس انا كاوبريتور لو حسيت ان في حاجه غير طبيعيه انا اقدر احوله مانوال واضربه فورسد. ما استناش. انا شكيت ان في حاجه مش طبيعيه، حراره غرفه من 3 غرف او من 4 غرف بتاعي. هل اروح اشيك على البيت 100 اقول قراءه البيت 100 مش مظبوطه؟ وانا ايه اللي يخليني اخد الريسك؟ انا اضرب سي او 2 تمام؟ وبعد كده اشوف، ما اروحش ابعت حد يروح ساحب لي البيت 100 خرجه ويدي نفس الاكسجين جوه الفلتر، واصله دي ولا مش واصله؟ تمام؟ ولا قدر الله بيبقى موجود عند الهيد بتاع السبريتور هنا بيبقى فيه ميكانيكال فالف، سيفتي ميكانيكال فالف، بحيث لو حصل ولعه جوه الطاحونه والضغط زاد السوسته بتاع الميكانيكال فالف دي بتبقى متظبطه على بريشر معين، يفتح عشان يعمل ايه؟ يعمل ريليف للبريشر، يهرب الضغط، ما يكملش مسار الفلتر. افرض في ولعه هنا، تستمر الولعه لغايه ما توصل لفوق ويبقى التعامل معاها اصعب، ولا اقدر احجزها هنا؟ ده بيبقى فيه دمبر ايزوليتد دمبر يعزل الفلتر عن الطاحونه، ويبقى فيه زي ميكانيكال سيفت فالف، لما الضغط يعلى يروح هو فاتح مهرب البريشر الاكيوميليتور بريشر اللي اتجمع جوه الطاحونه يهربه على بره. يبقى انا ايه؟ عزلت الجزء ده عن الجزء ده. ما خليتش المشوار يكمل، الدايره تقفل. ليه؟ انا هنا الموضوع اسهل شويه، طب طلع فوق؟ لا، الموضوع بقى صعب. صعب ليه؟ ما خلاص ولع، انتهى الموضوع، هسيبه لغايه ما يصفي نفسه. تمام؟
مش هيصفى هو غير لما يخلص كل البنطلونات اللي جوه ويقف لوحده. تمام؟ فدي بروكوشن لازم تراعيها، لازم تعمل حسابها وانت شغال. والبروكوشن دي هي اساسيه سواء مع اي نوع فحم، بس في شويه تجاوز اعتمادا على انت بتستخدم فحم ايه. فاحنا مثلا بالنسبه لنا بنستخدم بيت كوك، فالبيت كوك ده مش هيولع بسهوله. ليه؟ عشان مواد متطايره بتاعته قليله، فبالتالي الجهاز اللايزر مش شغال. بشغل الطاحونه زي ما انا عايز، مفيش لا اكسجين ولا غير اكسجين بيمنعنا عن التشغيل، صح ولا لا؟ الحاجه الوحيده اللي ممكن بياخد اكشن عليها السيستم حراره مفرش الطاحونه، لو الحراره دي عليت. طيب لو فوق الحراره ولا الهواء، فالبيت كوك والحمد لله ان هو ما حصلش عندنا مشاكل بسببه، لا في تشوينه ولا في طحنه. بس انا شفت بعيني قبل كده، تمام، المنطقه دي ولعت، المنطقه دي كلها ولعت. احيانا بيحصل ليكج، الميكانيكا راحت اشتغلت، فتحت بوابه، عملت اي حاجه، فحصل تسريب فحم. الفحم ده ما تنضفش، ما ترفعش، ده فحم ناعم. مع الصيف والحراره بدا الفحم ده ايه؟ يولع. طبعا يولع السيستم كله فحم، هيلقط في بعضيه. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي هي ايه؟ لا، عليها قيود، عليها محاذير، ان المكان ده لازم يكون دايما نظيف. دايما نظيف. طيب انا شوهت خلاص الفحم، طحنته ونعمته زي الفل وحطيته في الاوامر بتاع الناعم، سواء بتاع بين الكالساينر او بين الممبرنر. هيجي دور ان انا احافظ عليه جوه الهوبر او جوه البن ده ما يعلاش. بقول لك احافظ عليه ليه؟ ما انا عندي حراره، ما انا حاطط بي دي 100 ليه؟ عشان لو حصل لا قدر الله انه ولع اشوف اخد بالي. طب انا اعمل ايه لو ولع جوه البن ده؟ اضرب فيه سي او 2 عشان اهدي الحراره دي او ابطئ او اوقف الولعه دي. تمام؟ طيب بعد كده انا بكتب سيستم اسمه سيستم الدوزنج، يعني الحجم بتاعه انا بحجنه، سواء بحجنه في الكالساينر او في الممبرنر. في نوعين من الحجم او سيستمين للحجم، في البيفستر بتاع الفيل، تمام، وفي المالتي كور بتاع شين. تمام، انا اشتغلت على ده واشتغلت على ده، بس بصراحه افضلهم الشين المالتي كور. البيفستر مشاكله كتيره، مشاكله كتيره، هو نفس السيستم تقريبا مقارب، يعني انا هوريكم فيديو ليه. ساعدنا في الموضوع ده، ايه الفرق بينه وبين المالتي كور؟ انا برمي وفي اديكيتور، اديكيتور اللي هو القلاب. ليه؟ عشان لو الفحم ده فيه نسبه منشر ما يلتصقش على الدوران بتاع بتاع البن. بعد كده بينزل على الروتري، الروتري ده فاريبل سبيد، الروتري فاريبل سبيد ده بيغذي البري هوبر. البري هوبر ده مش بيتحقن لغايه من 2 طن لغايه 4 طن. الروتري ده بيحاول يثبت منسوب البري هوبر. يعني لو انا زودت الفيد ريت، سحبت فحم ازيد، فيحصل ايه؟ البري هوبر هيبدا ينزل، بدل ما كان 4 طن بيجي 3 طن، يبدا الروتر يعمل ايه؟ يزود سرعته عشان يحاول يحافظ على المنسوب. وايه الفكره في المحافظه على المنسوب ايه؟ ان الويل دي او الحلقه دي عليها لود سيل، تمام؟ انا عايز اثبت ضغط عمود الخامه عليها، يعني بيسموه البريشر ديس تشارج بوينت، يعني الضغط عند نقطه التفريغ.
ما يكونش في فاريشن عالي، اكون تقريبا مثبته. هنا طريقه دخول الهواء وخروج الماتيريال عكس المالتي كور. ليه؟ الهواء انا بدخله من تحت. الويل دي او العجله دي عباره عن غرف، غرف تمام. الويل دي عباره عن غرف اللي هنا دي. دي عبارة عن شنابر او غرف تمام، وهي بتلف على جزء ثابت تحت اللي هو الكيسنج. فالغرف دي بتبدا تتعبى بايه؟ بفحم، ويفضل الفحم جواها مليان. كل علبه من دول الفحم جواها مليان، يفضل ماشي وهي بتلف. اول ما تيجي عند المكان خط دخول الهواء تحتها مفتوح، فيروح الهواء داخل بالبريشر بالبلاور، وتيجي الخامة تسقط يروح هو الهواء ايه؟ شايلها ودافعها لفوق. فاهمني؟ على عكس بعد كده المالتي كور اللي هنشوفه. ميزة السيستم ده ان فيه اوتو كاليبريشن. اوتو كاليبريشن، ليه اوتو كاليبريشن؟ لان طالما عندي دري هوبر السايلو فوق، وفي بوابة مانوال، وعلى البوابة المانوال في روتري، وهنا بري هوبر. البري هوبر ده قلنا بيشيل لغايه 4 طن. فاقدر اعمل ايه؟ لما اخد السلكشن بتاع الاوتو كاليبريشن، هو بيعمل ايه؟ بيروح قافل البوابه المانوال تمام؟ خلاص مفيش خامه هتنزل، وبيعتمد على الرصف ويت لوحده. يعني بيشوف الوزن ده، ده 3 طن او 4 طن، خلال مثلا 5 دقائق هينزل قد ايه؟ الفرق في الوزن قد ايه؟ ومن هنا يحسب الايرور ويقول لك الايرور ده ماينس كذا، ويعمل له كوركشن وانت شغال. واخدين بالكم من الحته دي؟ شفتوها؟ الهواء اهو، وده الماتيريال من تحت. الهواء من تحت، الماتيريال هنا تحت العلبه دي فراغ، مفيش كيسنج يقفل يعمل شامبر، فتحتها فراغ. تيجي الويل او العجله بتلف ومليانه، الغرف بتاعتها مليانه فحم. هتيجي عند النقطه اللي هتحصل فيها اللي فيها تحتها فراغ، هو خط دخول الفراغ، يروح رافع الماتيريال دي ومكمل بيها على وش الفرن او الكالساين. النقطة اللي بيحصل عندها ايه؟ تفريغ تمام؟ مشكلة السيستم ده زي اي سيستم في الكليرنس اللي ما بين الثابت والمتحرك، ما بين الويل دي العجلة اللي بتلف دي، وبين الكيسنج اللي عليها من تحت. الخلوص ده بيبقى ليه كليرنس او قيمه معينه بالمينيم. لما بيوسع او بيحصل فيه تاكل بيبدا ايه؟ الوزن يختلف، الخامه اللي خارجه منه ما تبقاش مظبوطه، يحصل فيه دقرات تمام. عشان كده دي الحاجه الوحيده اللي فيها ايه؟ اللي فيها عيب للسيستم ده. الميزه ان مفيش برج سيستم زي المالتي كور. المالتي كور انا محتاج دايما اعمل له بسميها برج تمام. ده مفيش برج بقى، انا ما عنديش هنا حاجه محتاجه برج، هو بلاور ضغط البلاور والماتيريال وانتهى الموضوع. البيفستر اقدر استخدمه لاي نوع ماتيريال، اقدر استخدمه مكان الشين في الجن فيد. يعني انا لو ممكن اخلي تغذيه الفرن تبقى من خلاله تحت صومعه، ممكن اخلي البلك سيستم بتاع التعبئه من خلاله، الوزن بتاع التعبئه من خلاله، فاقدر استخدمه كفئ كن فيه تمام. اقدر استخدمه في الاسمنت، اقدر استخدمه في الفحم، بس كل نوع من دول ليه نوع بيفسر مختلف عن التاني شويه، بس فكره العمل واحده.
اعتقد باينه كده ولا ايه؟ اه دي طبعا الغرف دي مقفوله ايه؟ تحتيها مقفوله. ويجي هنا ده مكان خروج الهواء فيروح واخدها وطالع وجبلها الضغط بتاع الخروج. تحسسك بالخلاطه بتاعت الخرسانة. يا برضه قريبه من المدخل برضه بس الاتجاه بس منو بيبقى على الويل متثبت على الجنب الدراع كده اهو على الدراع كده على الجنب كده وده اللي بيشاور لك عليه ده هو ده اللي بيعمل بيقيس اللود اللي على الويل. وعلى حسب بقى على حسب اللود هو بيزود ويقلل. تمام النقطة دي في أي ملحوظة في أي حاجة أنا أقول برضه الصورة بتاعت الغالب وتخرجوا لي كده الاختلافات. الشاشة دي بتاعت مين؟ أكيد الناس هنا عارفينها. أستاذ مصطفى. ها؟ بتاعت مين؟ بتاعتنا على بتاعت رؤية. بتاعت رؤية. طيب ودي؟ بصوا عليها كده وقولوا لي الاختلافات. شايفين حاجة؟ مش باين والله صح؟ لا تصوير هو باين هنا مش باين. اه صدق ما فيش مشكله. اولا رقم واحد في الهاندلنج بتاع الماتيريال لان هنا عندي ستاكر وركليمر. عندي ستاكر وركليمر يعني انا عندي بخزن الفحم اللي جاي توريد بخزنه في هانجر مفتوح بخزنه فوق اليارد تمام؟ وبعد كده باخد بعربيات برمي على سيور والسيور دي بتسلم ايه؟ الاستقر. انا عارف ان في جزء اللي هم شغالين في رويال ما يعرفوش الاستقر والكليم. اخذ عن موقف تمام؟ فبيرمي على الاستقر والاستقر ده بيبدا يعمل كومه تمام؟ بيبدا يعمل كومه بانواعها المختلفه ايا كان بقى نوع الكومه اللي انا بشغال عليها شيفرون ولا لوك ديوت ولا ايا كان اللي انا شغال عليها في الاستقر. بعد كده بيجي الكليمر بيبدا ايه؟ يسحبه. هو الفكره في التجانس هو فكره الاستاكر والكليمر ان هو عايز يعمل هوموجينيتي ما بين الفحم اللي انا هاخده مش واحد بيروح يعبي باللودر وعربيه ويرمي خد شويه فحم حلوين خد شويه فحم وحشين الحق عمك عاطف شغل بتاع انا لا ده بيبقى باين مثلا 15000 طن 20000 طن تمام وبروح اسحب منه. فانتهى الموضوع. عندي مشكله في التشوينات بيقضيني مثلا خمس ست ايام شغال وباخد من وش الكومه فباخد ايه قطاع بقى كامل لا لا, 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 لا يعني مش باتشات مش زي التشوين اليدوي ده ميزه الاستاكر والكليمر. فده رقم واحد اهو تمام. طبعا الكليمر بيرن على بن اللي هو بن الخشن والبن الخشن ده هو عندنا كان بنين هو دايما الشركات اللي بتعمل اتنين بن للخشن بيعتمد ان انت ممكن تستخدم نوع فحم تاني هو ما بيزودش بن وبيزود الدنيا عشان يقول لك مثلا ايه عشان تاخد من ده شويه وتاخد من ده شويه مش زياده تكلفه. هو الفكره عامل حسابه ان انت ممكن تستخدم نوعين فحم مختلفين نوعين فحم مختلفين فيبقى انا عندي بخلطهم قبل ما يخش الطاحونه في الاساس دي الفكره. اما هو الاصل بن واحد اوفر واحد ان انا باخد مني تشغيل تمام وليه بوابه تمام بره على الشارع او على جوه
تمام؟ والسيستم نفس السيستم بالظبط، بس في نقطة يعني مثلا زي بتاع بالمزار، بالمزار عندهم السيستم بتاع الراجع مش زي عندنا هنا مفتوح، يعني السيستم الراجع شوت على بره وبتاع ده وبوكس كده بنجمع في الراجع عندنا فرويا عشان ده فحم ما بيولعش بسهولة، فالعملية مقبولة. اما لو انا بستخدم فحم زي الفيتو منص ما ينفعش، قلنا ما ينفعش ان انا ادخل فريش اير. طب ما انت بتقول لي ما انت لسه واخد من مروحة البوستر واخده من بعد الاي دي فان، ماشي. طب الاكسجين اللي جاي من ده انكمر كام؟ 6-7%. اما الفريش اير اللي في الهواء الشارع كام؟ 21. فانا لو فتحت البوابه على الشارع والطاحونه شغاله هتعلي لي نسبه الاكسجين في مدخل الطاحونه، فالطاحونه تعمل ايه؟ تفصل. ما احنا قلنا 4 و5 اكسجين تروح واقفه. فيبقى اذا السيستم اللي متفعل فيه او الطاحونه اللي متفعل فيه السيستم ده هيطلع الراجع منها ازاي؟ تمام؟ هل يفضل شغال ويملى في السكرابر وغرفه الراجع تحت لغايه ما الموتور يفصل المبرود؟ ينفع؟ يبقى لازم يخرجه. طب هخرجه ازاي؟ ما انا انت بتقول لي ما ينفعش افتح مكان يدخل لي فريش اير، اخرجه ازاي؟ زي ما قلت لك ممكن اخرجه على زيرو دي خلاص مغازي. الله عليك. حد يقول لي يخرجه عن طريق بوابات بزيت المسجد. ايوه يعمل ايه؟ يعني لو الدم يفتح بس من ايوه انت حضرت الكورس اللي فاتت. لا والله لا حضرت بتاع البايو ما خدتش بالي من الموضوع. لا حد تاني ما يكونش حاضر كورس البايو ويقول لنا هنخرج الماتيريال ازاي من غير ما ندخل فريش اير. يعني انا دلوقتي الاسكرابر دي عشان الناس اللي ما اشتغلتش برضه فيرتيكال، ال ال الطاحونه او التيبل بتاع الطاحونه بيبقى فيها من تحت تيبل كده مدوره اهي تيبل كده حلو، ويبقى طبعا عندي حاجه اسمها دام رينج. عارفين الدام رينج؟ مش بتوع ترويا بتوع كليوباترا. عارفين الدام رينج؟ ايه هي الدام رينج؟ تعمل سخافه عشان تعمل تحت الرمل، هنقول عتبه شفه حاجز عشان الخامه لما هي بتنزل التيبل دي بتلف، تمام؟ ونتيجه انها بتلف هيبقى في طرد مركزي، ودي احجام حجاره جايه باحجام فهتترمي على الاثنين، فانا عايز احجزها هنا عشان اعمل بيد عشان لما الروله تنزل تلاقي بيد تطحنهم، صح؟ فانا بحط ده رينج. دي هي العتبه دي. هي ايه؟ العتبه دي. فائدتها ايه؟ فائدتها في بدايه التغذيه، هل في بدايه التغذيه بس ولا طول ما الطاحونه شغاله؟ طول ما الطاحونه شغاله هي في بدايه التغذيه مهمه، وطول ما الطاحونه شغاله مهمه. ازاي؟ الدام رينج دي رقم واحد ارتفاعها احطه كام سنتي او كام ملي؟ الدام رينج دي هل انا عندي التيبل اهو افضل احط عتب يعني ممكن احط عتب نص متر؟ ما هو على حسب كتر عادي على حسب ايه؟ كتر الرول. لا مش الرول مين؟ لا مش سمك التيبل، قطر التيبل. التيبل دي ليها قطر صح؟ الكتر في قطر الطرد المركزي. ما القطر ده عشان قطر الطرد المركزي. لا اللي هو السبلاير قال لك ان انا ارتفاع الدام رينج اللي انا هحطها فوق الطبليه دي او فوق التيبل، تمام؟ ريليتد لمين؟ لقطر التيبل اللي بتطحن. وكام؟ حاطط لها قال لك من 2.5% ل 4% من الديامتر بتاع التيبل. فانت شوف الديامتر بتاع التيبل بتاعك كام؟ فمثلا عندنا طاحونه الفحم الديامتر التيبل 1900 او الخام 1900 يعني متر و9 من 10. يبقى انا هحط له دام رينج كام؟ ها اضرب حوالي 40 مللي يعني 4 سم عشان تحجز الخام، تمام؟ وبحطها ممكن احطها شريحه واحده وممكن احطها اكتر من شريحه وبيتربطوا بمسامير. طيب الدام رينج دي ممكن اقلل فيها وازود؟ يعني لو انا الخامه اللي عندي هارد تو جرايند يعني صاحبه الطحن وعايز اعمل لها ريتنشن تايم اكتر على التيبل، ازود الدام رينج ولا اقللها؟ ازود عشان ازود
ازود عشان احجزها وادي لها فرصه انها تطحن بشكل افضل. طيب لو الخامه ناعمه انا عايز افرغ، تمام، فبعمل ايه؟ بقلل التمرين. عشان كده لما بنيجي نحول نوع في الرمادي، لما بنيجي نحول مثلا من رومكس او بي سي عادي لرومكس اس ار سي مقاوم، المقاوم ده فيه حديد، فيه حديد عالي، الحديد صعب الطحن ولا سهل؟ صعب. فانا عايز احجزه على الديبول عشان اقدر اطحنه، فبضطر ان انا احيانا ان انا ازود ارتفاع التمرين عشان اقدر اعمل ايه؟ عشان اقدر اطحنه بشكل كويس، تمام؟ يبقى اذا الدم رينج دي فاريبل، فاريبل بس ويز رينج، ويز رينج اللي حاطه السبلاي، تمام؟ ومش كل يوم بغير فيها. يعني مثلا مش الشهر ده هنشتغل عليها 40 مللي، بكره الشهر اللي بعديه اشتغل 20، لا، طول ما انا ما غيرتش التايب، طول ما الهاردنس بتاع الماتيريال اللي جايه لي من المحجر ما اتغيرتش، انا ما بجيش عندها. باجي عندها امتى؟ لما يحصل فيها وير وتتاكل. يحصل فيها وير وتتاكل اشيلها، تمام؟ يحصل مش شرط وير فيها هي، ممكن يبقى وير في البلاط، بلاط التيبل او بلاط ايه؟ رول، تمام؟ يبقى محتاج ان انا اعمل ادجاست للدمرين. طب ده عرفنا وظيفه الدمرين، يبقى بعد كده وراها في الثابت بيبقى في حاجه اسمها الاير نوزل. الاير نوزل دي او هي كده، بتبقى واخده الحام، واخده الحام مش في التيبل، دي ما بتلفش في التيبل، دي واخده الحام في الثابت، تمام؟ وبزاويه 45، وبزاويه 45، ومنها انا لما اخش الطاحونه بقدر اعرف اتجاه دوران التيبل من غير ما اشوفها. يعني انا لو رحت مصنع جديد ودخلت طاحونه الفيرتيكال من غير ما اعرف الطاحونه دي بتلف كده او بتلف كده، هبص على اتجاه اللحام، اتجاه اللحام بتاع الاير نوزل دي، واتجاه اللحام او اتجاه اللحام ده هو اللي بيحدد لي اتجاه دوران التيبل. يعني لو 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 اللحام ده واخد كده، واخد الزاويه اللحام واخده كده، يبقى بيلف مع ولا عكس؟ مع. ها؟ لو اللحام واخد كده، واخد كده، هيبقى التيبل دي بتلف كده ولا بتلف كده؟ معاها كده. فين معاها؟ الاولى. اللحام، اللحام زاويه اللحام اهي، اهي زاويه اللحام اهي، ما فين وش ادي ادي النوزرينج اهي او الاير نوزل اهي، ايدي ملحومه، واخده اتجاهها واخد كده ولا واخد لتحت؟ لفوق كده. يبقى عكس عقارب الساعه ولا مع؟ عكس عقارب الساعه. عكس. يبقى انا لما الاقي الاير نوزل دي ملحومه بالشكل ده، يبقى التيبل بتلف ايه؟ بتلف عكس. وطالما التيبل بتلف عكس، يبقى السبريتور لازم يكون بيلف عكس، لان السبريتور فوق بياخد نفس اتجاه دوران ايه؟ التيبل. التيبل عشان برضه الناس يعني حاجات بسيطه بس انت بتتعرض لها، يعني سبريتور طاحونه الخام اللي هو انفولف جوه الطاحونه، انا بعرف اتجاه دوران ازاي؟ من التيبل. تمام؟ بعرفه من التيبل. بعرفه من التيبل. واحد تاني ممكن يقول لك اعرفه من الريش الثابته. ماشي، بس الريش الثابته انا مش هقدر اوصل لها عشان اميزها. مين اللي سهل ابص عليه؟ والدنيا مفتوحه قدامي، التيبل، اشوف التيبل بتلف في اي اتجاه، يبقى السبريتور فوق بيلف معاه. طب انا اعرف التيبل بتلف في اي اتجاه ازاي؟ من الاير نوزل. طب زاويه الاير نوزل دي زاويه ثابته؟ لا، دي زاويه فاريبل برضه. طب معتمد عليه، ممكن تاخد 45 وممكن تاخد 80. طب هي لما بغيرها افتحها واضيقها هيفرق معايا فين؟ يفرق معايا في الراجع. ازاي؟ ما هي الغازات اللي جايه من تحت، غازات الاي دي فان اللي هتعدي من الاير نوزل دي وتاخد الماتيريال وتطلع بيها، تمام؟ سرعه الغازات اللي بيحكمها زاويه الميل دي. كل ما انا دفلت زاويه الميل، كل ما عملت فورتكس او دوامه في جوه الطاحونه اعلى، فسرعه الغازات تعلى، فالليفتنج جوه الطاحونه يزيد، تمام؟ ويبقى فرصه ان انا يعني كميه الغازات، مش كميه بقى، سرعه الغازات تعلى. طب انا لو فتحت دي خليتها كده بدل ما هي 45 رحت عاملها كده 80 درجه وقفتها كده، هيبقى فيها زاويه ميل، بس زاويه ميل بسيطه. هيحصل ايه؟ هيزود لي فوليوم الغازات ويقلل لي السرعه. هيزود لي فوليوم الغازات لان انا الكروس سيكشن وسع، فالفوليوم بتاع الغازات زاد وسرعته ايه؟ قلت، فالبريشر دروب جوه الطاحونه نفسها هيقل، تمام؟ دي الاير نوزل.
فانت مثلا لو الطاحونه عندك يعني كانت حصلت مره معانا الطاحونه كانت على طول بتجيب رجع كتير، نقلل في الجرايندنج بريشر، نزود في الجرايندنج بريشر، نقلل التغذيه، نزود التغذيه، مفيش. فيعني غلمتنا. ففي واحد متخصص في الموضوع الطواحين ده اسمه ريموند في اف ال، فاستشرته فبقول له يعني الوضع 1 2 3، قال لي شوف الاير نوزل دي، لو الاير نوزل دي تقدر تفتح تزود فتحتها شويه تمام، هتاثر معاك جدا في كميه الرجع اللي ايه اللي بتعملها الطاحون. اغلب طواحين الفيرتيكال لازم يكون فيها رجع. اول مره اشوف طاحونه فيرتيكال ما فيهاش راجع طاحون ترويا. تعمل ما مهما تعمل فيها ما تعملش راجع، يعني تغير بلاط تيبل وبلاط رولات ما تعملش راجع، يحصل ويف بلاط تيبل وبلاط رولات ما تعملش راجع تمام. الايرنوزل دي لما تخش الطاحونه انا اوريكم الفرق ما بين طاحونه الزيت في اللي في المدار والطاحونه بتاعتنا اللي هنا دي، او حتى طاحونه فلوشي اللي موجوده في اليمن. الايرنوزل ليها زاويه، ليها زاويه معينه اللي بتتحكم في سرعه الغازات جوه الطاحونه. طيب احنا قلنا النقطه دي. طيب السبب ان احنا دخلنا في النقطه دي عشان الجماعه بتاعت كليوباترا اللي ما اشتغلوش في مين في كونتاج هنا؟ مش حد اشتغلت فيرتيكال قبل كده؟ ما اشتغلتش فيرتيكال تمام. طيب في حاجه في الحته دي مش مفهومه بتاعت الاير نوزل قدام رينك والكلام ده؟ ها؟ ميكانيكا في حاجه مش مفهومه؟ جست وير ريد قبل كده للسيمنت ما عندهوش صح؟ ده بس مش الجاب بتاع كامل بتاثر فيها الدم ايه؟ ايه؟ بين الرولا وال مالها؟ بتاثر ايوه. ما هو انا مثلا يعني مثلا انا بعمل بنعمل معايره للبيت سيكنس او للجبات دي بناء على ايه؟ عشان كل ما الوير بتاع البلاط يزيد كل ما انا بحتاج ان انا اعمل ايه؟ ازود اغير الجاب اللي ما بين الرولا والتيبل عشان يبدا الطحن يزيد صح كده؟ طيب في الوقت ده ازود الدم رينج ولا اقللها؟ يعني انا دلوقتي بلاط لسه راكب جديد ما حصلش فيه وير تمام؟ وبلاط حصل فيه وير، الحالتين مين اللي فيهم ازود الدم رينج او اقللها؟ دي كان الجنب كبير اه يعني انا كان عندي كيس اهو لسه مغير بلاط رولات ازود الجنب اسمع بس السؤال، عندي كيس اهو بلاط رولات لسه رولات لسه جديده، تيبل لسه مغير البلاط بتاعه وفي دم رينج حلو، وجيت بعد كده حصل وير وتاكل في البلاط، بلاط الرولات بلاط التيبل تمام. ففي الحاله دي لما يحصل وير تمام ازود الدم رينج ولا اقللها؟ انزل الدم رينج، انزل الدم رينج ها اقللها لان المسافه وسعت. هو اوريدي السكنس اللي هتنزل فيه الخامه انا عملت حفره تحت، انا عمال اكل في البلاط اكل في البلاط لغايه ما وطيت العمق اللي بتنزل فيه زاد، المنطقه اللي هتنطحن فيها وسعت، فاوريدي كاني رفعت الدم رينج صح كده ولا لا؟ يعني انت لما تيجي تشوف التفاعل بتاع الرولا مع بلاط التيبل لما بتبقى جديده، بلاط التيبل دي بتبقى عامله زي كده تمام، وبتيجي هنا الرولة دي بتنزل كده اهو الحته دي المنطقه اللي بيحصل فيها الامباكت اللي ورا عند الدم رينج، عند ايه الدم رينج. ناس كتيره بتعتقد ان الطحن بيحصل قدام عند وش الرول، عند وش وش الرولة من قدام، لا الطحن بيبقى في الحته دي، الامباكت فورس اللي ما بين الرولة وما بين بلاطة التيبل بيبقى في الحته دي تمام؟ ايوه بالظبط. فبيبدا يحصل ايه؟ مع مرور الوقت بيبدا يحصل وير في الحته دي، فالجاب في الحته دي يحصل فيها ايه؟ تزيد. انا مش بغير في الجاب، انا بغير في ال تبدا توسع بعد ما كانت كده حصل ايه؟ وسع ده ايه؟ فانا ما بقتش محتاج الدم رينج العاليه، ان هو اصلا الوير ريت زاد. المكان اللي هتتحشر فيه الخامه زاد، بس زاد في مكان مش هيحصل فيه الطعم. ليه؟ ما خلاص المكان اللي هيحصل فيه الطحن ده وسع،
حلو. فمش مفيش الفورس اللي هتحصل ما بين الرول ده والتيبل. امال الفراكشن هيحصل فين بقى؟ هيحصل قدام، هيتنقل بقى قدام. عشان كده لما باجي اظبط جابات في بدايه تغيير بلاط الرولات والتيبل بظبط ورا. ليه بظبط ورا؟ لان التيبل بتبقى لسه ايه؟ جديده ولسه ما حصلش فيها وير، فالامباكت هنا موجود، فانا بظبط ورا ماليش دعوه قدام. حلو. بعد مرور 6-7 شهور ويحصل تآكل في البلاط، المكان ده خلاص ما تجيش فيه كونتاكت. انا بدور ان انا اظبط الجاب على مكان فيه كونتاكت، مكان الطحن اتنقل من قدام من ورا لقدام جه هنا، فبظبط الجاب على الحته دي. وصلت؟ وصلت ولا خلصت؟ ساعات الرولر بتتقلب او الستيب ما هو بتتقلب، لما اقلبها بقى ارجع اظبط ورا، لان انا لما بقلب الرولر الجزء اللي حصل فيه وير بحطه قدام، والجزء اللي لسه سليم بيرجع ورا، فبترجع منطقه الطحن مكانها تاني. انا بقى بتكلم عن ها؟ الرولر نفسه السيجمنت اللي عرفته. مال؟ هي اللي بقلبها ولا الرولر مسدد؟ لا الهب نفسه السليم. سليم. تمام. هو لو حصل تاكل والدم رجلي لسه ثابته زي ما هي، ما هنكون رسالة دي هغيرها اصلا. مش هغيرها، ما احنا هنقولها مش هغيرها. لا هغيرها ليه؟ حتى لو هي فيها وير، حتى لو الدم رجلي فيها وير هغيرها ليه؟ ما هو خلاص الجاب وصلت. فانا كنت عايزها ليه؟ عشان ازود البيت سيكنس. هو بعد التاكل بجد الحته دي الجاب بتاعها واسع، فازود الدم رجلي ليه؟ يا مينيمم كام؟ ولا قللها مش فاكر عندها، لان مش هتفرق معاك. ما احنا قلنا ايه هي؟ الجاب كام؟ الجاب دي المفروض على حسب يعني 20 مللي مينيموم، يعني الزيرو بتاعك يبقى 20 مللي. تمام؟ بس ده ريليتد للطاحونه والديزاين بتاعها، يعني الطاحونه اللي اللوشي اللي هي اربع رولات كنا بنخلي كنا بنعاير الجاب ازاي؟ مش زي ما انتوا بتعملوها هنا. كان عندي على كل روله بيت سيكنس ديفايس، جهاز بيقيس البيت سيكنس. كنت بعمل اهرب زيت الرولات وانزل الرولات على التيبل. حلو. بقيت الرولات خلاص ايه؟ منافسه للتيبل، يبقى ميتال تو ميتال تاتش. اه صح؟ يعني مفيش جاب. واخلي الجهاز البيت سيكنس ده يقرا كام؟ الزيرو ده يقرا 20 مللي. اخليه يقرا الزيرو ده 20 مللي، يبقى الزيرو او الكونتاكت ده بيجي كام بالنسبه للجهاز؟ ب 20. خلاص واشغل واعمل له انترلوك ان لو نزل ل 20 مللي يعمل ايه؟ يروح رافع الرولات. وصلت؟ كنت بشتغل كام هيت سيكنس؟ كنت بشتغل من 40 ل 60 مللي. لان احنا لما نيجي نطرح منها ال 20 اللي هي الزيرو هتبقى كام؟ 20 ل 40. طبعا انا جاب ال فوق فين؟ فوق فين؟ فوق فين؟ فوق فين؟ اه فرويد. انا هشوف لكم الطاحونه الصور عشان ايه؟ نبص فيها مع بعض يعني. يا رب لك يا بس. انا مصورها مش عارف. ها؟ مصورها ولا بلد؟ ماشي. صوره ولا فيديو؟ فيديو. صوت ايه بقى؟ احنا دخلنا في المنطقه ده مهندس حامد، كنا عايزين نعرف ازاي بنطلع الخامه من غير ما ندخل هواء في الطاحونه. يعني ايه بطلع خامه من غير ما ادخل هواء ازاي؟ ده كان السؤال اصلا. يعني الفحم يعني اصلا من غير ما ندخل هواء، طلع الخامه الفحم من الطاحونه من غير ما ادخل الفحم. السؤال اصلا احنا سرحنا. طب ما محل الجواب. انا كنت المقصد ان انا كنت بشرح الحته دي ليه؟ عشان اقول الناس اللي ما شافتش الفيديو تبقى عارفه ان التيبل دي لازم يبقى ليها راجع. صح؟ اهي ادي التيبل اهي، والراجع اللي بينزل من بعد الدم رينج ده بيبقى فيه هنا طبعا الطاحونه او التيبل بيبقى من تحت كده فيها متثبت فيها دراع سكرابر. الراجع اللي نزل في غرفه السكرابر ده بيشطه ويرميه على شوت، ومن على شوت بعد كده على سير، ده اسمه سير الراجع، ده في طاحونه الخام. ويطلع السير الراجع ده بساقيه يرمي على السير المغذي، والسير المغذي يرمي على الطاحونه الثانيه، يبقى دايره مقفوله ولا مفتوحه؟ مقفوله. طيب في الفحم ما ينفعش تبقى مفتوحه كده، ما ينفعش تبقى معرضه للهواء، صح؟ فيبقى اذا الشوت بتاع الراجع ده ما ينفعش يبقى مفتوح. يعني السكرابر اتملى بالخامه دلوقتي، اتملى فحم، صح؟ وعايز اخرجه.
في الخام او في الفيرتيكال سهل، بعمل له شوت ومن الشوت ده بيرمي على سير راجع، وسير راجع ده بيرمي على ساهيه، والساهيه بترمي على السير المغذي ويرجع للطاحونه ثانيه لانها دايره مقفوله. انا هنا ما ينفعش في طاحونه الفحم، لان لو رميت على سير معناها ان بس بدي فرصه ان الهواء يخش. احل الموضوع ده ازاي؟ ها؟ ايه؟ احل الموضوع ده ازاي؟ جماعه بتوع الميكانيكا هم اللي بيتكلم على الروتر فيدر بس. ها؟ ما هو الروتر فيدر وبعد ما بيتكلم على الروتر فيدر. يلا بتوع الميكانيكا هم اللي يقولوا الحل. ها؟ انا عندي شوت دلوقتي كده كده هيبقى عندي شوت هينزل منه الراجع اهو. نفس الوقت عايز افضي الراجع ده على بره على صندوق بره. اعمل فلابات يعني ولا من غير ما الهواء يخش وانا بفضي. فلابات؟ فلابات دي يا بلص. بس انا ده كبير مثلا. كله هيخش فيها. هو بصراحه كانت فكره جباره اللي عملوها، هي جبر فايبر طاحونه جبر فايبر. عملوا ايه؟ قال لك انا هاجي على الشوط الراجع ده ها وهعمل بوابتين. هعمل ايه؟ باب بابين، كل باب ببستن، كل باب ببستن. الباب الاول بيقفل على غرفه السكرابر، بيقفل على غرفه السكرابر بتاع الراجع، والباب الثاني اللي في اخر الشوط الراجع ده اللي هيفضي على بره. كويس. طيب اول ما هشغل الطاحونه، اول ما هشغل الطاحونه الباب ده هيتقفل لان هو اللي مدخل على الطاحونه على طول. الطاحونه هتشتغل، هتبدا تعمل راجع، هيبدا الراجع يتحول يتحوش جوه ايه غرفه السكرابر، وهيبدا يتملي هنا، يتملي يتملي كل ده يتملي. حلو. اعمل ايه في اللحظه دي؟ اقفل جوه اللي تحت. ما احنا لسه اهو، انا لسه دلوقتي بعمل ايه؟ عايز افضي. انا قلت في بدايه التشغيل دي قفلناها، ودي قصدي سايبينها مفتوحه. البوابه دي سايبينها مفتوحه، البوابه الداخليه. تمام؟ فحصل ايه؟ ان كل ده اتملى. كل ده اتملى، ودي وقت ان انا افضي. فاعمل ايه؟ اروح قافل البوابه دي عشان اعزل الطاحونه، واروح فاتح البوابه دي، فكل اللي كان هنا هينزل على بره، ويبقى الطاحونه معزوله عن الجو الخارجي. يبقى البوابتين بيشتغلوا عكس بعض. البوابه الخارجيه خالص دي، والبوابه اللي بتبص على السكرابر من جوه. دي هتبقى في وقت التشغيل، دي مفتوحه ودي مقفوله. فالاريا دي كلها هتبدا تتملي 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 راجع، وبعد مقدار معين اول ما بحس فيه في الامبير بتاع المين درايف ببلغ الفن على طول، بيروح يعمل ايه؟ قبل ما يفتح دي يروح عامل ايه؟ قافل دي. قافل دي وعليها بروكسيميتي ليميت سويتش عشان يجي لي في السنتر ان البوابه دي اتقفلت. والا لو شاف ان البوابه دي ما اتقفلتش والبوابه دي جابت ليميت سويتش انها فتحت، يروح موقف المين درايف. تاني كل بوابه من دول عليها ليميت سويتش ومتوصل بالسنتر، عشان لو اي بوابه اتفتحت انت تشوفها وتكون مفعلها التروب، فهو يحصل يروح هو يقفل دي الاول وتجيب عنده في السنتر ان هي ايه؟ قفلت. يبقى كده عزلت الطاحونه ولا ما عزلتهاش؟ عزلتها. بعد ما دي تقفل يروح فاتح دي، يروح مفضي كل اللي جواها على ايه؟ على الصندوق اللي بره، وبعد ما يفضل يروح قافل دي ويرجع يفتح دي تاني، ويتكرر السيكونس ده كل فتره. تمام؟ بس. في أي سؤال في النقطة دي؟ ها؟ في حد واجع منه معلومة، تايهة منه حاجة، حابب يسأل عن حاجة؟ الجاب بس برضه الجاب ازاي اظبطه؟ فين الصورة؟ بعتها لي عليه؟ لا ما أوريها لي على الموبايل بتاعي. بصوا طيب كده معانا، ادي دي ايه الرول اهي، وادي بلاط التيبل اهي. تمام. الكونتاكت في البدايه لما بيبقى البلاط لسه جديد ومتغير، الكونتاكت بيبقى ورا،
ما بين الرولا والبلاطه بيبقى ورا دي اللي منطقه الامباكت اللي بيحصل فيها الطحن. بمرور الوقت بيبدا الحته دي يحصل فيها ايه؟ تاكل ويبدا الجاب ده يوسع. فبيحصل ايه؟ مين اللي هيبقى قافل؟ الجزء اللي قدام. فابدا اظبط الجاب على مين؟ على اللي قدام، او بمعنى صح مش اظبط الجاب، هيبدا يحصل الطحن من الجزء اللي قدام. طيب خلاص انا عرفت دي اهي. ادي دي التبل اهي، وادي شكل البلاط. تمام؟ في اكمل ولا ايه؟ ماشي اكمل بالظبط. شايفين؟ واخدين بالكم الويل ريت حصل فين؟ لا هو شايفين؟ شايف الويل اهو؟ شايفين اهو؟ المكان اللي وصل في الطحن هو اللي بدأ، والمكان اللي قدام سنين. عشان كده احنا لما بيجي يقيس الراجل بيخش يقيس بلاطه بلاطه الوير ريت عامل كام. وعشان كده بعد كده بعد 6-7 شهور لما بنقلب الجزء السليم ده بيرجع ورا، والجزء اللي متاكل ده بيطلع قدام لما تيجي تقلب الرولا. طيب انا دلوقتي عايز اهي واضحه ولا لا؟ اهي شايف الرول ده حصل لها زي مسلوب صح؟ دخلت اليوم دي كانت كلها ميه واحده، دي كلها كانت نفس الايه؟ يعني مفيش العمق ده، دخلت اليوم بسبب ايه؟ التاكل اهو شايفينه؟ طيب انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ الجاب اهو ما بين الروله دي وما بين التيم، فبنضف خالص تحت ايه؟ ما بين الروله والتيم ده نسها خالص ما يبقاش في ماتيريال، وبنجيب حته رابر كاوتش زي بتاعت السير، نجيب حتتين رابر كده كل واحده مثلا ايه 10 12 مللي، يبقى مجموعهم الاثنين يعمل لهم 25 مللي. حلو؟ وبحطهم تحت الروله ما بين الروله وما بين ايه؟ التيبل، وبقول للراجل اضغط او ايه كانك بتطحن، يعني انزل بالرولات، هيبدا ينزل بالرولات، فتبدا كل ما بينزل الجاب بيحصل فيها ايه؟ بينزل لغايه ما يحمل على الكاوتش ويبدا يضغط بالضغط اللي انا بشتغل بيه 70 بار 80 بار 90 بار ايا كان اللي انا بظبط عليه. تمام؟ فضل ضاغط. طيب انا ضغطت، انا اظبط بقى ازاي بقى الجاب؟ في من بره، انت مصوره من بره ولا لا؟ الفتيل هات صوره الفتيل اللي كنا مصورينه على حرب قبل كده. هو معاك انت محمد يا عثمان الفتايل اخر مره كنا مظبطينها. شوف اخر ده منه. شوف ده اكتر حاجه مصوره. بصوا كده طبعا الرولا في نظام اليوشي بتبقى ليها حاجه اسمها روتر ارم دراع، وحركه الرولا رفع الرولا او تنزيلها زي مفصل ايدي كده يقلبها على وشها وكده يسحبها على بعض، على عكس الاتوس. الاتوس بيبقى تنشن رود يطلع بيها وينزل زي البست من العادي بتاع اي بست معاك، يطلع بيها وينزلها. ده في الاتوس. اما في اليوشي بيبقى الروكر ارم، الروكر ارم كده يعمل كده نزول، ياخدها وينتفلك بيها لتحت كده على التول، يبقى كده بيضغط، يسحبها لبره كده بيرفعها. تمام؟ طيب انا عايز اظبط الجاب. افتح يا ايوب. بص هو في فيديو من الصورات افتح اللي معاك. طبعا الروكر ارم متصل بالحته اللي من تحت دي، ادي ده السلندر. لا بتاعت الفحم دي. لا من الزيت بتاعت الخام دي. امال مين اللي كان مديني دلوقتي؟ لا مش الفحم. تمام؟ الروكر ارم ده بيبقى ايه؟ تكملته لتحت اهو. وده السلندر او البستن اللي طالع منه السلندر. اللي بيعمل ايه؟
بيطلع السلندر ده بيفتح فيروح عامل ايه زائد الجزء اللي تحت اللي تحت ده كده فيروح رافع كل لقدام او لامم السلندر ده لامم لجوه فيروح ساحبها لورا فمدفلك الرول لقدام. طيب عرفنا المشوار بتاعها. طيب او سحبها او نزولها انا بظبطها بناء عليه. شايف الفتيل ده الفتيل ده بيتحرك مع الجزء ده وده ستوبر ثابت. انا لما بقول للراجل اطحن او انزل بالرول ده بيبدا ينزل فيبدا الفتيل ده يجرب من ايه؟ من الستوبر ده. ودي سوسته اللي هي الصباع ده اللي طالع ده زي السوسته بتنضغط. ببدا انزل 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 لغايه ما يضغط يجيب 80 بار. اول ما يحدد ال 80 بار بقول للراجل الميكانيكي اللي معايا يربط على الفتيل بحيث يبقى الخلوص ما بين الفتيل وما بين السوسته دي 2 مللي 3 مللي. هو السوسته او السوبر دي ايه؟ ده سيفتي. سيفتي لمين؟ ان البستم او الروله ما تنزلش ازيد من المشوار. فانا الفتيل ده هو اللي يحمي الفتيل مع السوبر هو اللي بيمنع لي ان الروله تكمل نزول. ايه اللي يمنع ان الروله تفضل تنزل لتحت وتضغط؟ مفيش حاجه. لو انا تخيل ان انا سحبت الفتيل ده وسبت الروله حره كل ما انا هدي الضغط هتعمل ايه؟ هتنزل وهتحمل على التيبل لغايه ما توصل انها تفصل المين درايف صح؟ وتعمل فايبريشن. فمين البروتكشن اللي يحدد مشوارها في النزول؟ الفتيل ده. الفتيل ده بقى انا حطيت الاثنين لاير بتوع الرابر اللي انا دول يعتبروا انديكيشن لسمك البيت اللي انا عايزه ال 20 مللي حلو؟ وضغط لغايه ما جبت ال 20 بار اللي انا عايزه حلو؟ وبعد كده اول ما بجيب ال 20 ال 80 بار اللي انا عايزهم ببدا اخلي الراجل يربط على الفتيل لغايه ما يبقى المسافه ما بين الفتيل والسوري 2 مللي 3 مللي اللي هي المسافه الست اللي فاضله. وبقول له بس كده تمام وخلصنا. لما بيحصل وير واجي بعد كده اقول ان انت هنا مش راضي تطحن ومش جاي بس فاهم بيحصل ايه؟ الجاب دي بلاقيها وسعت. وسعت فوق. فبيجي المشوار اللي بتتحركه تمام؟ او هي مش الفتيله حاكمها انا باجي بلحم الفتيله عشان ما يفكش تمام؟ فهيجي ينزل مش هيلاقي ده هيصده بس الجاب تحت وسعت فبدات تاخد خامه اعلى وبدا البت يزيد والرولة مش قادره تنزل المشوار اللي تطحن فيبدا الطاحونه ايه؟ تقلى والفايبريشن بتاعها يزيد والسيف بتاعها يعلى فاضطر ان انا ايه؟ افك على الفتيل واطول واسحبه لبره عشان ادي مجال ان الرولة تنزل اكتر. وصلت ولا في حاجه مش مفهومه؟ نصدق بعد كده الفاصل والنص. تليفون مين ده؟